محمد شريفي فنان تشكيلي مواليد مدينة تازا 1961. فنان العموم جميل، كاين تنوع كبير في التجارب الوطنية ومن الفن الحديث إلى الفن من الفيغوراتيف الكونتومبوران إلى آخره، كاين نوع تنوع كبير، كاين واحد الكشكول، كاين واحد الباقة جميلة جدا. بشرى خنافو ارتيست بانتر فنان تشكيلية أصلا بجاد وخدمة في كازا ومستقرة في كازا. بالنسبة للمعرض هو معرض في مستوى كإيفينمون في كازا، لأن يعني قليل فاش نلقاو ملتقيات تهتم بالفن التشكيلي. مصطفى ماموني مخرج مبتدئ سيناريست، بالنسبة ليا كنهتم بزاف باللوحات الفنية، وكانت هاد السنة كانت مشتركة ديال مجموعة من الأعمال الفنية اللي مهمة بزاف. بالنسبة ليا عجبني الأداء ديال الفنانين التشكيليين المغاربة، وأهم حاجة عندي أنا أنني كنهتم بالفن لأنني كنتأنسبيرا منه في الأعمال اللي كندير. أمل أبو ريضة، سنة أولى أوديو فيزيوال. كنجي كيعجبوني لي زيفينمون بحال هكا، كنجي لي زيكسبوزيسيون كنحضر ليهم ديما، ديجا كنت انسبيرا منهم شويه. Je m'appelle Birkaou Chaib, artiste peintre marocain. Je vis en France. Je travaille aussi, donc je suis organisateur de festivals et de manifestations. J'ai participé à cet événement que je trouve très important, très importante et voilà, que bien organisée. Voilà, c'est une occasion de retrouver des artistes peintres, aussi le public. Apparemment, ils ont apprécié. Voilà, donc ça peut leur apporter de point de vue culturel, justement, ce contact et aussi de suivre l'évolution de l'art contemporain au Maroc ou en général.